الحقيقة إحنا عندنا عدة كتب، والحقيقة أنا بحس بمسؤولية نحو هذه الكتب بالضبط مثل المسؤولية نحو الأشخاص نفسهم. والحقيقة من الكتب المبدعة التي ظهرت أخيرا كتاب رجل السماء الأول. ورجل السماء الأول هي رواية مبدعة لكاتب من الكتاب اليمنيين الموجود الآن في الجزائر. والحقيقة كمان أنه هذه الرواية المبدعة هي ناتج من نتاج الفترة القلقة الماضية. وهذه الرواية تتحدث عن أن الأشرار جداً الأول تتحدث الرواية على عن أن الأشرار يخططون لهدم الأوطان لصالحهم، وكيف يضحي المخلصون تضحيات قوية جداً، وكيف تطورت أجهزة جمع المعلومات واستغلال الثغرات من أجل استغلال الثروات، وكيف تعمل هذه الأجهزة على أن توفر الأمان في الحاضر والماضي والمستقبل. وسأقرأ عبارة في النهاية يقول، وهي عبارة تعتبر من العبارات الكاشفة، يقول: يجب أن نتكيف مع المرحلة القادمة مهما كانت مظلمة، وعلينا جميعاً أن لا ننسى مهما طال الزمان أن النصر للجهاز. هذا ما تعلمناه في دراستنا وتكويناتنا، لا يبقى حياً في تاريخ الدول سوى الجهاز الذي ينتشل نفسه ويبقى في الصدارة. وقف العقيد عمر بجسارة العسكري ورفع يده للقسم، فعلوا مثله تلو القسم الوطن. الحقيقة الرواية هناك أجزاء أخرى لهذه الرواية تقول أن هناك صراع، وهذا الصراع هو صراع يبدو أنه في أجهزة متطورة جدا، بمعنى أن أجهزة تستخدم التقنيات المتطورة جدا، سواء من الأقمار الصناعية أو من الكمبيوتر أو من خلال هذه الأجهزة. والرواية من الرواية العظيمة. نحن ننتظر الجزء الثاني من الشاعر ونسعد به كثيرا. الرواية حقيقة رواية رجل السماء الأول كتبها رواية الدكتور مجدي صالح. منذ الوهلة الأولى أولاً يثيرنا حجم الرواية الذي يتجاوز 300 صفحة، يدل على شيء، فإنما يدل على أنني أمام كاتب روائي يتميز بصفة النفس الطويل والتدفق والاهتمام بأدق التفاصيل، وأنه مبدع يتعب بحق من أجل منجزه الأدبي ومن أجل مشروعه الروائي، لا يميل إلى الاستسهال واستعجال النهاية والخاتمة لعمله الروائي. العنوان في حد ذاته يحمل الكثير من الدلالات، والكل يركز على العنوان لأنه العتبة الأولى من عتبات تأويل النص الأدبي عند جيرار جينت وفيليب هامون وأصحاب نظرية العتبات. ويمكن دراسة الدكتور عزوز كانت قائمة أساسا على عتبات النص، ما يحمله من ليس تناقضات وإنما من مفارقة تكسر أفق التوقع لدى القارئ العادي. الرجل ينسب إلى الأرض، ولكن كي تضاف إليه كلمة السماء فيعطي لهذا الرجل جانبا من جوانب القدسية التي تؤكدها الصفة المعرفة بأداة التعريف أل، وهي كلمة الأول، ثم تأتي كلمة رجل نادرة، هل بدون الألف واللام على سبيل المثال، فهل يقصد بها أي رجل؟ وكأن بطل تلك الرواية من الداخل جدير به أي شخص
او اي انسان او ان الروايه تدور على اي واحد منا في هذه الحياه، كل هذه التساؤلات نجد الاجابه عليها داخل المجد، وهذا يؤكد انها بحق روايه كبيره في القراءه والاهتمام بنفس قدر تعب كاتبها. ايوه، هي فيها الحقيقه فيها عصر ذهني كبير، لانه هو احنا ما نعتقده هو رجل السماء الواحد الاحد، ليس هناك رجل سماء اول وثاني وثالث. فهنا يعني هذه هي فعلا تستحق ان نتامل ونلاحظ.